كلياني قولي لي شو عم تعملي؟ كلياني امي نمرة هاي السيارة ما ذكرتك بأي شيء؟ رجاء حاولي تتذكري ام اتش مدير ام اتش مدير أنا شفت هذا الرقم من قبل كلياني، تذكرت أنا شفته بليلة 26 تموز. أنا رحت لحتى أوصل الأغراض لرادي الشيام وقتها. هذا هو الرقم. إيه كثير منيح يا أمي. طيب حاولي تتذكري كل شيء تاني، حاولي تتذكري أي شيء، السيارة، وين شفتيها؟ ومين كان في جواتها؟ أي شيء. وين شفت السيارة؟ ومين كان بقلبها؟ لا، ما عم اتذكر شيء تاني كليان. طيب طيب، ما في أي مشكلة، لا تفكري، ماشي؟ فيني أسألك شي يا نوبري؟ أنتي رح تكوني قادرة تسامحيني شي يوم بحياتك؟ نوبريا هلأ شكلها بلشت تتذكر شغلات، وهذا الشيء ممكن يشكل خطر كبير علينا. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.